انا عاوز استقبل الشهر ازاي، ايه الذنوب او ايه الحاجات السلبيات اللي في شخصيتي اللي انا كنت يعني اللي انا لازم ان انا اغيرها من نفسي، او مش لازم ان انا نفسي ان انا اغيرها من نفسي. ليه بنقول خلال الشهر ده او خلال ال 30 يوم بتوع رمضان ممكن ان انا اغير من نفسي؟ لان في دراسة اثبتت ان الانسان لو عمل سلوك لمدة 30 يوم السلوك ده بيصبح عادة، دي بتبقى حاجة مستمرة في الإنسان، وخصوصا لو كان السلوك اللي الإنسان بيعمله ده بيخليه يشعر بالسعادة، زي مثلا إن احنا في شهر رمضان بنطلع فلوس للمحتاجين للزكاة وهكذا، فدي حاجات بتخلينا نشعر بالسعادة. ليه بنشعر بالسعادة؟ لأن أنا بعمل حاجة فبيتولد عندي روابط في مخي، الهرمونات السعادة بقى الدوبامين والأكسيتوسين والحاجات دي كلها بتبدأ إنها تتولد، فبتبدأ إنها تعمل لي لينك أو ترابط بين الشيء اللي أنا بعمله وبين الشعور اللي بيتولد جواي، فبالتالي الشيء ده بيصبح عادة، وخصوصا بقى الحاجات الروحانية اللي احنا بنعملها طول شهر رمضان.